نادتني يا ابن الكفاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد قائد المجاهدين، إمام المرسلين، الذي شرفت به فلسطين حين أسري به إليها، ومنها كان المعراج إلى سدرة المنتهى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. وبعد، أيها الأحبة، أيها الأهل الكرام، رجالاً ونساءً، وفي مقدمتكم رئيس الائتلاف الكريم فضيلة الشيخ همام سعيد، وإلى كل العاملين والعاملات الذين أسسوا هذا الائتلاف ورعوه وسقوه وجعلوه دوحة شامخة بفضل الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تدركون إخواني وأخواتي عظمة ائتلافكم؟ يقف الإنسان على مكان قد لا يدرك قيمته، قد لا يدرك أنه يقف على كنز ثمين، أو أن الله تعالى وضع بين يديه شيئا نفيسا مباركا مقدسا. أعلم أنكم تدركون، ولكنها الذكرى حتى نعض على هذا الائتلاف بالنواجذ، وحتى نصعد به إلى غايته المنشودة. هناك أحلاف وائتلافات من حولنا عبر العالم على مدى التاريخ، لكنها أنشئت من أجل الشر ومن أجل العدوان ومن أجل نصرة الظلم. أما أنتم فائتلافكم وهذا الحلف إنما هو من أجل قضية عادلة، وشتان بين أحلاف ظالمة وأحلاف عادلة، شتان بين من يأتلف نصرة للشر وبين هذا الائتلاف من أجل الخير والعدل. ثم هناك أحلاف وائتلافات على قضايا عادلة وعلى قضايا خير ونصرة المظلوم. أنتم في قلب هذا الخير وهذا العدل حين تنسبون، كما قال الشيخ همام، هذا النسب العظيم هو ائتلاف عالمي من أجل نصرة القدس وفلسطين. حين تنتسب إلى أم القضايا، إلى زهرة المدائن، إلى جوهرة العواصم، إلى البوابة التي كانت الأقرب إلى السماء، نزل الوحي على مكة، على حبيبنا محمد في مكة، وكان النبي الموحى إليه يصعد عبر القدس إلى السماء، حلقة، دائرة عظيمة. فأنتم إخواني وأخواتي تنتسبون إلى ائتلاف من أجل هذه القضية المقدسة المباركة، فأي شرف نحن فيه؟ لو كنا مؤتلفين لقضية عادلة كقضايا كثيرة في العالم هذا شرف، فكيف حين يكون ائتلافنا من أجل القدس وفلسطين، من أجل قبلة المسلمين الأولى، من أجل المسرى والمعراج، من أجل الأرض المدمخة بدماء وخطى الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والفاتحين والجند العظماء عبر التاريخ؟ حين تنتسبون
إلى هذه البقعة التي شهدت المعارك الفاصلة في التاريخ. هذه الأرض التي انتفضت طوال تاريخها ضد الغزاة، فلم يبقوا فيها، لم يستطيعوا الصمود فيها. أنت إذا تنتسب في ائتلافك إلى قضية مقدسة مباركة عظيمة ضاربة جذورها في التاريخ وتمتد أغصانها إلى السماء، تصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. ثم أيها الإخوة والأخوات، هناك ائتلافات تنشأ على قضايا عادلة ولكنها قد لا تنتصر، ويتجمع الناس ويحتشدون ويبذلون ولكنهم قد لا يصلوا إلى أهدافهم، ليس لديهم ضمانة. فأي عظمة أن نأتلف من أجل قضية مضمونة النتائج؟ من يتردد أن ينخرط في ائتلاف لنصرة قضية الله وعد النصر بها والرسول حبيبنا محمد بشر بها؟ فأي عذر لمن يتقاعس؟ أي عذر لمن يتردد؟ هذا وعد الله وبشارة النبي وصدق التاريخ وشواهد الواقع. كيف لا نثق بعد كل ذلك، وخاصة وأننا نرى البشائر كما قال إخواني في كلماتهم وأخواتي؟ الله يكرمك. كيف لا نثق أكثر وتطمئن عقولنا وقلوبنا أكثر؟ ما أعظم وأجمل أن نلتقي اليوم في الدورة الثالثة لهذا الائتلاف في ظل معركة سيف القدس، هذه المعركة التي جاءت في سلسلة معارك لكنها التي قربتنا إلى هدف التحرير. سيف القدس التي انتصرت على جبروت الاحتلال، سيف القدس التي تعانقت فيها المقاومة مع القدس، وكتائب القسام وكتائب المقاومة المظفرة مع قداسة الأقصى وبركته. ما أعظم أن نشهد نصرا فيه القداسة والبركة ورمزية الصراع القدس وعظمة المقاومة وبطولة المقاومين، أن نشهد إرادة الإنسان حين تصنع الصواريخ من لا شيء، حين تصنع هذه القدرة العسكرية رغم الحصار ورغم التجويع ورغم تدمير الأنفاق التي كانت تمد غزة ببعض السلاح، ولكن إرادة المقاتل المؤمن على أرض غزة وعلى أرض فلسطين تغلبت على كل العوائق، فصنعوا السلاح سلاحاً يكافئ أقوى سلاح في العالم تأتي به أمريكا لنصرة هذا الكيان. أليست آية؟ الله تعالى يسوق لنا الآيات. فسيف القدس الله تعالى أرسلها لتعزز ثقتنا بالمستقبل. ثم تأتي الشواهد واحداً تلو الآخر، مجموعة من المرابطين والمرابطات قد لا يزيد عددهم عن هذا العدد الحاضر في هذه القاعة. تخيلوا مئات كأمثالنا رجالاً ونساءً، شابات وشباب في عمر الورود، يرابطون في القدس والأقصى، يفتدونه: يا جماعة، قبلة المسلمين الأولى، مهجة الأرواح، هذه الأرض المباركة يفتديها مئات من أبنائكم وبناتكم، مرابطين ومرابطات، لولا الله ثم وجودهم لاقتحم الغزاة الأقصى ولهودوه أكثر وقسموه أكثر وهدموه كذلك وفق مخططهم. فينوب عن الأمة ذات المليار 700 مليون، ينوب عنها بضع مئات في ساحات الأقصى مع الحاضنة المقدسية العظيمة في البلدة القديمة، في باب العمود، في حي الشيخ جراح، في باب الأصباط، في باب الرحمة،
في حي سلوان في كل أرض القدس المباركة. إذن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. غزة ذات الكيلومترات المحدودة تتحدى إسرائيل وتنتصر عليها بفضل الله. أي آية؟ بضع مئات في ساحات الأقصى يشكلون درعا حاميا لمسجدنا وقبلتنا الأولى. أي عظمة هذا؟ فإذا عندما ننظر إلى هذا الائتلاف بمئاته وآلافه وما يمثلون في أقطار الأمة العظيمة، أنتم ليستم شيئا قليلا. لا تنظروا للدول والكيانات، الله ما نصر أمتنا بعدد كبير ولا بأنظمة، وإنما الله نصرنا بالمجاهدين الصادقين المرابطين. عدونا يقاتلنا من وراء جدر لأنه مرعوب، بينما أبطالنا يقاتلونه من نقطة الصفر، كهذا البطل الهمام الذي أتى إلى هذا الجدار الذي ظنت إسرائيل حين بنته حول غزة أنها أغلقت عليهم كل شيء. هذا البطل من نقطة الصفر يقتل القناص. يا سلام، أليست آية؟ الله يرينا كيف يقتل القناص. مهنة القناص أن يقتل، والله يقول الشاب البسيط هو الذي يقتل القناص. ثم هذه هؤلاء الستة البررة بأدوات بسيطة، ملعقة وغير ملعقة. لقد سمعنا من شبابنا الأسرى المحررين كيف يحفرون الأنفاق. معجزات، والله معجزات يجريها الله على أيديهم. حتى هذه المحاكمة الإسرائيلية للجندي أو الجندية التي غفلت ونامت، من الذي أنامها؟ من الذي جعلها تغفل؟ متى؟ في لحظة عابرة، ربما كانت مستيقظة في لحظة خروجهم، نامت، سمعت قرقعة، استيقظت، ثم اكتشفت لا شيء، الله أنهى المشهد. ذلك صنع الله. وخايفين ما نهزم إسرائيل يا جماعة؟ والله سنهزمها، سيهزم الجمع ويولون الدبر بإذن الله. كل لحظة، كل مرحلة، كل محطة الله يرسل لنا آيات مثبتات، وهناك زعماء يرسلون لنا حوادث مثبطات، لكن أين تثبيت الله من تثبيطهم؟ الله معنا ولا غالب لنا. إذن ثم انظروا، هذا النفق حاجة عجيبة. كنا عندما انطلقت انتفاضة 87 نستبشر بالحجر، هذا الحجر صنع ملحمة في تاريخ الجهاد والنضال الفلسطيني. اليوم اجى دور النفق، نفق لتهريب السلاح، ونفق لتهريب المقاتلين، ونفق لحمايتهم، ونفق لحرية الأسرى. إذن القصة ليست، مش محتاجين قنبلة نووية ولا سلاح متطور، هي الإرادة، هي الإرادة تصنع المستحيل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بينما ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فليست الكثرة التي تغني، وليس السلاح وحده الذي يغني، إنما الساعد والقلب والإيمان والعقل الذكي والثقة واليقين بالله تعالى. إذن هذه المسألة الأولى، نحن ننتسب إلى ائتلاف عالمي لنصرة قضية هي أم القضايا، ذات شرف ورفعة وقداسة وبركة ومضمونة النصر.
فأحتاج إلى طمأنينة كاملة إن شاء الله. النقطة الثانية، هناك تجارب حولنا، من راهنوا على الاحتلال وعلى الكيانات الظالمة وظنوا أن الأمر ساد لهم واعتبروا الحق جزءا من الماضي. البعض ظن أن فلسطين شيء من التاريخ وأن الحاضر هي إسرائيل وأن من يملك القوة ولو كان ظالما محتلا نضع يدنا بيده. ولذلك نشأت قصة التطبيع وهذه العلاقات الآثمة مع الكيان الصهيوني، ونشأت مشاريع في الماضي، الشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الكبير وصياغة ائتلافات وتحالفات ورسم حدود جديدة في المنطقة، ولكنها كلها تفشل واحدة بعد الأخرى، وتبقى الأرض ويبقى الشعب ويبقى الحق بفضل الله. أتتنا أمريكا بمشاريع منذ عقود، وكان البعض يظن أنها أمر لا قبل لنا به، البعض كان يروج يا جماعة خلينا واقعيين نخضع لذلك، ولكن الحمد لله مضت مشاريع التسوية ومشاريع التنازل والتفريط والخضوع للأمر الواقع واحدة تلو الأخرى، وفشلت تحت أقدام الصامدين والمرابطين بفضل الله، وآخرها صفقة القرن وقرار الضم أصبح جزءا من الماضي بعد أن كان حديث الساعة وأنه أمر لا نستطيع مواجهته. والله يرينا كل يوم كيف ترحل هذه المشاريع. أمريكا التي سادت في المنطقة اليوم ترحل وتجر ذيول الخسران والعار والخزي والهزيمة من أفغانستان، وسترحل من بقية أرضنا من العراق ومن كل المنطقة. إذن إلى أولئك الذين يراهنون على أمريكا وعلى الكيانات الظالمة وعلى المعتدين والظالمين، عليهم أن يعلموا أن هؤلاء حالات مؤقتة، أما الباقي فهو الحق وهي الأرض وهي الشعوب. وإن شاء الله هذا الكيان الصهيوني سيرحل قريبا بإذن الله، وقلتها بالأمس في لقاء محدود هنا في هذه القاعة وأقولها اليوم، من كان يظن أن فلسطين عبء عليه وأن ضريبة الوقوف مع القضية الفلسطينية ومع الحق الفلسطيني ودعم المقاومة يتهم بالإرهاب، ومن يدعم بالمال يتهم بالإرهاب ويصنف في قوائم الإرهاب، وكان الناس يخشون ذلك، فهذه لحظة الحقيقة أن الزيف، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، أمثال يضربها الله في كل لحظة. من كان يظن أن التطبيع يعزز موقعه في بلده ويصرف عنه الضغوط ويسهل وضعه في الحكم، هذا وهم. ما كان الله ليجعل نصرنا وتمكيننا عبر الباطل، بل إن من يعتقد أن التفريط بشيء من فلسطين والمساومة على أرضها والتقارب مع الكيان الصهيوني يمكن أن يخدمه تكتيكيا، هو يأكل لقمة مسمومة، هو يفرط في أعز مقدساتنا وقضايانا. ولذلك الله يعاقب من تختل الرؤية والبوصلة لديه. لا نحب لأحد أن يخطئ، لا نشمت بأحد، بل والله ندعو لإخواننا وأخواتنا جميعا أن
يعينهم الله على تجاوز كل أزماتهم وأن يروا الحقيقة كما هي. لكن كفانا اعتبارا يا جماعة، لا نجرب المجرب، لسنا محتاجين أن كل واحد لازم يجرب بنفسه، كفانا اتعاظا. الرجل العاقل الذي يتعظ بغيره لا بنفسه. لذلك رسالتي لكم الثانية في هذا الائتلاف، حذاري من الرهان على المشاريع الفاشلة، حذاري من التساهل في مقارفة التطبيع، حذاري من الليونة في التعامل مع الكيان الصهيوني، حذاري من المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل آمنت بالله تعالى ثم استقم. الاستقامة على الحق مع الجهاد والصبر والعطاء مفتاح النصر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه مفاتيح النصر. النقطة الثالثة والأخيرة في حديثي، شعار جميل يا أبو عبد الرحمن أخي منير، أنت وكل القائمين على هذا الائتلاف، رواد القدس يحملون سيفها، شعار جميل، أي أن سيف القدس الذي سيحرر فلسطين كلنا نشترك في حمله. لكن حتى يكون حملنا أو امتشاقنا نعم لهذا السيف، حتى يكون ذلك قويا يتناسب مع ما قام به أبطال غزة وأبطال القدس وأبطال فلسطين، شعبنا في 48 وفي الشتات والأمة، ويتناسب مع مرحلة التحرير، لابد أن يكون حملنا وامتشاقنا له ليعطيه مزيدا من العزم والبضاء. وظيفتنا أن نصقل هذا السيف. فماذا نفعل في هذه المرحلة؟ الأمر الأول، النقلة الأولى، أن نستحضر كم معاناة أهلكم في غزة والقدس والضفة والثمانية وأربعين، وأن نبذل من عطائنا ما يناسب عطائهم. تخيلوا الستة اللي خرجوا من السجن، كم شهر أمضوه في ذلك؟ هذه صواريخ غزة كم سنة، كم رجل وامرأة وكم شاب اشتغلوا في صناعة الصواريخ، كم بذل جهد في تربيض هذه الصواريخ تحت الأرض. هذه الصواريخ اللي شفتوها في المعركة كلها مربضة تحت الأرض، أي جهد عظيم بذل. لذلك تصور عظمة الجهد على أرض فلسطين التي أعطتك هذا النصر وهذا الألق وهذه السعادة، فابذل مقاربا لها من عطائك. إذن ليكن عطاؤنا بمستوى هذا الإعجاز وهذه العبقرية وهذه البطولة التي أراكم إياها إخوانكم وأخواتكم على أرض فلسطين. فلا تقل فعلت الكثير، كل ما تفعل أقل مما يفعلونه. إذن ليكن عطاؤنا بهذا المستوى. ثانيا، ليكن عطاؤنا أننا دخلنا مرحلة التحرير. اليوم نريد نصرة القدس وفلسطين من موقع أننا في مرحلة التحرير لا مرحلة الصمود والمقاومة فحسب. ولذلك قلت بدأنا بالإسناد ثم الشراكة ثم الانخراط في المعركة. فأرى أن نرفع الشعار اليوم، نحن في مرحلة الانخراط مع أهلنا في فلسطين في معركة التحرير. ضعوا هذا الشعار ونفذوا استحقاقاته. ليكن عطاؤنا المالي، ليكن عطاؤنا السياسي والإعلامي، حجم الدعم الذي يقدم، درجة صقل هذا السيف بمستوى أننا منخرطون في معركة التحرير، شركاء على أرض الميدان، شركاء بهذا الشرف، وإن شاء الله النصر قريب. نحن لا نتحدث عن غيب بعيد ولا عن مستقبل لا نرى ملامحه،
سيف القدس قربتنا إلى الهدف بإذن الله تعالى. فأدعوكم إخواني وأخواتي أن نطور فعالياتنا وأدواتنا وتشكيلاتنا في الائتلاف ودرجة الدعم في كل بلادنا بهذا المستوى، وإن شاء الله استثماركم ناجح. هذا القرش وهذا الدولار وهذا الدعم يكون إن شاء الله مضاعفاً أجره ومضاعفاً فضله وثمراته يقينة بالنصر بإذن الله، حتى يسجل مسيراً ولا قطعت وادياً إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. لماذا؟ حبسهم العذر فقدموا عطاءهم. الجغرافيا باعدت والعوائق باعدت، لكن عطاؤك يجعلك في قلب المعركة. فهذه رسالتي لكم. إن شاء الله نحن في الدورة الثالثة للائتلاف، وإن شاء الله ما تأتي الدورة الرابعة ولعلها تكون على أرض القدس إن شاء الله. نسقل سيف القدس ونمتشقه مع أهل القدس وغزة، وبإذن الله سنرفع هذا السيف احتفاءً بالنصر بعد أن رفعناه في معركة المقاومة والتحرير بإذن الله. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.